كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. لعل تواتر الفيديوهات المصطنعة أو المغرضة القادمة من خارج المغرب أو من داخله لها أرصاد ومجموعة من الأطر التابعة لمديرية الأمن الوطني، غرضها وهدفها الوحيد هو محاربة هذا النوع. أيضا في إطار هذه الندوة المهمة التي سلطت من خلالها مديرية التواصل بمديرية العامة للأمن الوطني مع مجموعة من الإعلاميين إحصائيات جد هامة تهم هذا الاتجاه، وقد تم الإجابة عن مجموعة من أسئلة الصحفيين، نترككم مع هذه الخلاصة. يعني داك شفنا على ان 15000 تقريبا ديال الاجتماعات هذا العام، هذا الوقت اقل من الوقت ديال المركز القضائي في النفاوي دار دواء حول تسليط الضوء على مكافحة الإرهاب هذه أسبوع مع ميليشيا. إذا السياق أنا متفق معك، السياق يجي أعقاب هذه الحملة ديال توظيف صور اللي كتمس بالأمن ديال المواطنين. الإخوة راه إذا عندك أنت منسوب المناعة ضد صور ومحتويات رقمية مرتفع لأن كتحلل، راه كاين مجموعة من المواطنين المغاربة اللي ما عندهمش هذا المستوى في التباهي. أنا كنسمع دائما، أنا ولد الدارين كنسمع دائما، راه واحد راه سميتو جا ولا حو ولا حوص راه زيت على البراق وجا داو له طوموبيل. أنا كنسول السيد مدير الشرطة القضائية ما عمري مشت أسلوب إجرامي في المغرب بهالطريقة. كيقول لك إذا كنلقى ما عرفناش شكاية ولا أسلوب إجرامي رسمي بهالطريقة. بالنسبة للأستاذ بالنسبة للتواصل كفكرة، هذه سنتين تواصلنا مع التلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوي واستفدوا المليون 118 ألف. كما كتعرفوا المؤسسة ديال الأمن هي مرفق عام، هي مؤسسة وطنية ومواطنة، كذلك هي مؤسسة اللي كتآمن بالتواصل، اللي كتآمن بالنقد والنقد البناء، هي كتآمن بالتشارك. كما قلنا تدبير الشأن الأمني هو تدبير تشاركي، ليس حكر على المؤسسة الأمنية، وإنما هو واجب ديال جميع المؤسسات. في هذا الإطار المؤسسة الأمنية عندها شراكة مع مجموعة ديال القطاعات في إطار العمل ديالها، سواء السادة ممثلي وسائل الإعلام والسيدات ممثلات وسائل الإعلام أو السادة رؤساء جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، كذلك أسرة التعليم، كذلك القطاعات الحكومية بصفة عامة. كاين كذلك تنسيق على المستوى الأمني محكم ما بين المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني وكافة المصالح الأمنية الأخرى من درك ملكي وإدارة ترابية، سواء الأجهزة القضائية أو غيرها، لتنوير الرأي العام وباش الناس تعرف هذه المؤسسة ديالهم اللي هي مؤسسة أمنية رنا إشارتهم جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية الطبقية العرقية الإيديولوجية السياسية إلى آخره، وهي هنا باش تقدم لهم خدمات، وهذه الخدمات الهدف منها هو الحفاظ على الحقوق والحريات الجماعية والفردية وعلى الممتلكات ديال الأشخاص. والتواصل كله كيعطي نتيجة، أولا المطلوب كذلك منكم كوسائل الإعلام وهذا التماس أن الإنسان عندكم رسالة كذلك نبيلة، وهذه الرسالة النبيلة ديالكم كتساهم في طمأنة المواطنين وكتساهم في تنوير الرأي العام وتبليغ الحقيقة وكذلك تبليغ المعلومات الدقيقة، لأنها ولات حق من الحقوق الدستورية أننا نعطيو المعلومة في إطار ما يسمح به القانون وما تسمح به التشريعات. وهذه ماشي ندوة استثنائية، هو التواصل راه دائم بيننا وبين السادة ممثلي وسائل الإعلام، وتواصل ماشي غير من هذه السنة، من سنوات هو المصلحة المركزية للتواصل، ولا على مستوى جميع المرافق العامة راه الإشارة ديالكم بدون استثناء. تكون إدارة العامة للأمن الوطني قد بلغت المقصود من خلال مديرية خلية التواصل الاجتماعي فيما يخص حق الوصول إلى المعلومة. الجارح أبو سليم من ردهات المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بالرباط. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.